أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية استغرقت عدة ساعات لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك لعدد من المشروعات في قطاع الطرق والنقل. بدأت الجولة بتفقد مشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة الإسماعيلية والقاهرة بلبيس والطريق الدائري، وتطوير طريق السويس من طريق الأوتوستراد حتى الطريق الدائري، وتطوير امتداد محور المشير طنطاوي غرب حتى كوبري السادس من أكتوبر. كما شملت الجولة مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح والمدينة الرياضية والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين. المساحة البنائية فعلا 35 فدان، احنا النسبة البنائية 50%. انا سيادتك منطقة محزنة واقفين يا سيادتك مكان نص التذكاري، وعندنا سيادتك 10 مبادئ مكونين المشروع. مبنى رقم 1 فدان هو المبنى الاجتماعي مكون من ارضي واثنين دور واثنين دور كده على مساحة 4,411 كده. فدان المبنى الاجتماعي يا سيادتك الواجهات بتاعته لو سيادتك جنب المازال جنب المازال بالظبط. مبنى التركية يا فندم اللي هو مبنى خدمات حمام السباحة اللي هي سيادتك ده أرضي وأول، وفي حمام سباحة نص أولمبي وحمام سباحة أطفال. مبنى رقم 3 يا فندم اللي هو المسجد ساعة التركية المصلي. مبنى رقم 4 يا فندم هنا سيادتك مبنى مجمع مطاعم، مبنى دخل سنة يا فندم بنسبة 100% متشطب، فيه 7 مجمعات مطاعم 7 محلات مطاعم. مبنى الخدمة هنا يا فندم اللي هو سيادتك أيوه ده سيادتك مبنى غير ارض يا فندم، مجموعه بنوك ومجموعه خدمات لاسر الشهداء. عندنا سته كده يا فندم مبنى رأس الجهاز يا رأس المدرس، هو عباره عن ارضي ودورين، وفي يا فندم قاعه مؤتمرات 900 مخ. مبنى رقم سته مبنى المعارض ارضي واول، مبنى الورش، ومبنى سيادتك التأهيلي والمستشفى. المستشفى قد ايه يا شيخ؟ المستشفى 100 سرير يا فندم. 100 سرير. 100 سرير يا فندم. شكري. مشروع المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق. وقد قام السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية بمصافحة العاملين في تلك المشروعات، مشيدا بجهودهم ومشددا على أهمية الالتزام بالإطار الزمني المحدد لاكتمال التنفيذ وفقا لأفضل معايير الجودة في هذا المجال، فضلا عن الالتزام بتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل.